واحنا بنتكلم عن استغلال النشء واستغلال طاقتهم اللي بالحقيقة كبيرة جدا، ايه اللي حصل في مجال الرياضة تحديدا في جنوب سيناء؟ مراكز الشباب اعدادها كانت ايه، دلوقتي بقت ايه؟ لو تقولنا التفاصيل اللي حصل يا فندم. هو في الفترة الأخيرة الحمد لله البنية التحتية في كل مراكز الشباب، هي مش الموضوع ان انت ما بقاش عندك مركز شباب وما فيهوش امكانيات داخليه، لا طبعا مركز شباب مؤهل ففكره التطوير اللي حصلت احنا طورنا تقريبا 100% من مراكز الشباب اللي موجوده. بي عندنا كل المراكز الشباب فيها ملاعب نجيل صناعي، بي عندنا مكتبات موجوده فيها صالات كمبيوتر، ده بيتيح التنميه المستدامه، وبنساعد قطاع التربيه والتعليم ان الولاد يقضوا وقتهم في مكان يليق بيهم، بيقدلهم خدمه رياضيه ثقافيه فنيه كويسه. يمكن الحمد لله احنا الناتج ده ظهر ان بقى عندنا ابطال جمهوريه في كذا لعبه، يمكن كان عندنا احنا ما كناش على الخريطه الرياضيه في الالعاب المختلفه، ولكن في الفتره الاخيره الحمد لله بقى عندنا ابطال جمهوريه، ويمكن كمان الجديد ان المراه السنويه بقت بطله جمهوريه في المصارعه، بقت بطله جمهوريه في الجمباز، وده شيء كويس في الخطه اللي احنا ماشيين بيها. يمكن احنا عندنا ابطال الجمهوريه لسه في الناشئين يعني تحت 16 سنة، ولكن وجودهم وتواجد ان في ابطال من جنوب سيناء مع بعد هذه المسافات الكبيرة بيننا وبين القاهرة مثلا، وجود الابطال دول في اماكن زي جنوب سيناء ده حاجة كويسة طبعا. يمكن أكيد. يعني الدكتور اشرف صبحي واللي هو خالد فودة يعني مدعمين جدا لكل الابطال الرياضيين اللي موجودين على ارض جنوب سيناء، ويمكن سيادة المحافظ كمان عامل مكافأة مالية وتكريم لأي بطل بياخد أول أو تاني أو تالت على مستوى الجمهورية في كل الألعاب. يمكن مؤخرا كمان ولادنا البدو أصبحوا كمان أبطال جمهورية في الكيك بوكس، ويمكن إحنا الرياضات اللي فيها الولاد مميزين شوية عشان الطبيعة الجبلية والسنوية الحمد لله إحنا ركزنا عليها في الفترة الأخيرة وابتدينا إن إحنا نطورها، وابتدينا ان احنا ناخد بالنا زي ايه الرياضات دي؟ يعني الكونغ فو، الكيك بوكس، المصارعه، الملاكمه. يمكن الطبيعه الجبليه شويه مديه الحديه في صحيح. في الطبيعه للولاد والنشء، واحنا استغلينا ده ان احنا نطوعه في الرياضه، نطوعه الفايده ليهم، نطوعه ان هم يبقوا ابطال جمهوريه، وبنامل ان شاء الله ان يكونوا كمان عنوان لمصر كلها في المنتخبات القوميه باذن الله. بإذن الله.